انه لانه شخص ممكن تكذب عليه. بنشوف اعمال الرسل ازاي انه في اتنين للاسف جم كذبوا. احنا لما نقرا القصه نقول انهم كذبوا على الكنيسه، لكن الكتاب المقدس بيقول لما بطرس جه واجههم حنانيا وسفيرة يقول كده: كيف كذبتم على الروح القدس؟ انتوا ما كذبتوش على انسان، انتوا كذبتم على الله. ودي من الايات اللي بتوري ازاي عن الروح القدس، الله الرب الروح. نعم، وفي ناس بتجدف على الروح، وفي ناس بتقاوم الروح، وفي ناس بتطفي الروح. يعني له فعلا شخص له مشاعر في كل المواصفات المتكاملة، بيفكر بيتكلم عنده مشيئة عنده مشاعر.